عملنا معاه خطة مدروسة جدا ان احنا ازاي نجمعين الشعب المصري يحس بالخدمة دي عشان يحس بيها. انتقينا خطوط ما فيش فيها مواصلات خالص، ركزنا على المناطق اللي هي ذات الكثافة السكانية عالية جدا زي شبرا خيمة، مدينة السلام، امبابة، كل المناطق دي ركزنا فيها، ركزنا على المدن الجديدة زي القاهرة الجديدة، 6 اكتوبر، بدر، الشروق، ده وهنوفر خدمة كبيرة جدا. فكرنا برضه انه ممكن انا اودي خطوط بس الراكب يقعد ساعة عشان ينتظر الاتوبيس، فمش ده الحال، احنا ركزنا 10 اتوبيسات، 10 اتوبيسات ضمن التقاطر هيبقى 25 جنيه، ولكن احيانا في فترات خروج الموظفين الساعة 1 الساعة 4 كانت بتزيد شوية لأن اللي بيتحكم فيها الجمهور زي ما حضرتك عارف. وأنا أقول طبعا نشكر دولة الإمارات على اهتمامها جدا لأن ده عمل طفرة كبيرة جدا. احنا نوع الجمهور المصري إن هو في تحسن، بس مش التحسن مش مجرد ما نفتتح دلوقتي هيقول لك فين التحسن، يسقط فينا، يسقط في النقل العام، التحسن جاي على مرحلة زي ما قال معالي المحافظ إن احنا في 600 أتوبيس المدينة الإماراتية وفي 280 أتوبيس تاني تم التعاقد المصرية، فهيبقى عندنا اسطول، عندنا 1200 كيلو كيان معنا كفاءتهم ان شاء الله الفترة الجاية حاسس بورس ان انا وسعت ان شاء الله المصري. مرة تانية بقول لهم اصبروا علينا، ثقوا فينا، لو في ثقة في ايدينا العام انا بوعدهم عايز ثقة، ما فيش ثقة ادونا ثقة ان شاء الله احنا مستعدين نغطي القاهرة كامل، ولكن بشرط عارف حضرتك ان الاتوبيس ثمنه من 1,300,000 لمليون ونص، فانا مش هقدر اودي اتوبيس في شوارع محتاجه خلاص في مرحله بعد كده، فعشان الناس ما تسمعش ان انا بتكلم يقولوا ما احنا عندنا اماكن ما بيروحش فيها الاتوبيسات، اي طريق ممهد انا هودي فيه الاتوبيسات القاهره الكبرى بالكامل. وزي ما صدقنا من معالي المحافظ ان احنا عملنا خدمه جديده لاول مره ربطنا احمد حلم بنها، فدي نقله كبيره جدا، هي بنها حدود بنها من ضمن القرية الكبرى، ولكن استاذنا معالي المحافظ دخلنا جوه شويه عشان كل اللي جاي القرى الكبرى عنده خاطر في خاطر في اتوبيسات القرى الكبرى. اتوبيسات جديده بسم الله ما شاء الله، عربات حلوه وجميله و10 على 10 بتستحمل، وبعد ده كله يعني انجاز جميل. السواق الجديد بيروح المركز وبيتدرب تدريب عالي غير الاول. يعني السواق لما وامكانيات ادميه وامكانياتهم اعلى من السواقين الجدد. لا بيتكلم على السواق الجدد، لا على معيار اختيار السواقين للاتوبيسات الجديده. ليه اختار يعني ايه السبب وراء اختيار سواقين معينين بالادمي؟ انتظامهم في الشغل، ناس منتظمه، الخدمه بتاعتها قديم، راجل قديم، راجل شغال راجل بيحس بالموتور، راجل بيجي عارف الحاسه بتاعت العربيه بالك. برضو من ناحيه ال نفس الوقت عنده احساس بالبني ادمين اللي بيطلعوا معاه، بيراعي برضو المواطنين، غير العيل الجديد ما يعرفش حاجه وبيجري وبالك، في نفس الوقت بيقف في اي حته، انما الراجل الكبير يقول لو سمحت بعد اذنك هنا اتفضل يا بابا، اتفضل يا بنتي، يعني بيعمل لان في برضه في الطريق في الطريق مشاكل كتير. شايف الميكروباصات شايفين العدد ده كافي حل الازمه؟ لا طبعا، لا هو ان شاء الله باذن ربنا ان احنا سامعينه ان في عجل تاني نازل على اساس انه برضه يحل الازمه باذن الله وباذن ربنا، يعني ازدهار دايما ان شاء الله. الازمه تتفك برضه، الازمه تتفك مساعده رؤساء الاحياء اللي هم الناس يمشوا على خطوط الاتوبيسات دي ويشوفوا المواقف العشوائيه بتاعت الميكروباصات. الميكروباص بيبقى واقف على المحطه بتاعت الاتوبيس، يجي الاتوبيس عشان ياخد راكب، ممكن السواق الميكروباص ينزل يتخانق مع سواق الاتوبيس، مش هيتخانق معاه، يكسر له مرايه، يكسر له بريز ويمشي، يسيبه ويمشي. ده اللي احنا بنعاني منه برضه. ده من الاول دلوقتي يوم ودلوقتي برضه ممكن يعمل يوم يعمل حاجه زي كده بتطير وزاره الاسم بيعمل له ضرب العام بياخد 7 سنين سجن وبيضربك وبيجري يا سمير دلوقتي بيضرب برضه وبيجري. الميكروباصات المفروض اصلا ان هي بتقف في مواقف عشوائيه، المفروض يكون ليها مواقف تحمل منها الزبون، لا بيجوا بيقفوا في محطات الاتوبيس وبيمنعوا الاتوبيس وبيحتاجوا بسواق الاتوبيس بتاع الاتوبيس ان هو لما بيجي راكب يركب الاتوبيس وزاد عليه النقل الجماعي، يقول له لا احنا عايزين النقل الجماعي، النقل الجماعي بيضايق النقل الاتوبيس، النقل الجماعي كمان بياخده بيضايق سواقين عليه وبتاع، فاحنا عايزين يرمي عليه العربيه. رؤساء الحياة تشتغل معانا شويه في تنظيف المواقف بتاعت الاتوبيس والاهتمام بالمواقف بتاعت الميكروباصات،
بتعمل لهم مواقف مخصصه ليهم يا باشا. الميكروباص يقف في اي حته يحمل فيها. يعني انت ممكن في المحطه بتاعه اتوبيس الهيئه تلاقي ثلاث عربيات ميكروباص واقفين جنب بعض. تقف جنب بعضيهم تضطر انك انت تقف في نص الشارع. تقف بقى في نص التراس الزبون تضايق الطريق. يجي بتاع المرور يحكي مديك مخالفه. طب انت معاك وبتاع عايز تنزلها بتاخد مخالفه عشان تنزل راكب بسبب ايه؟ المواقف العشوائيه بسبب الميكروباصات في الطريق. الميكروباصات بتقف في اماكن عشوائيه كتير. عايزين تقف في